ولنعرف أكثر معنا هيلين كرم، هي صديقة ومبدعة حقيقية بالرسم، وعن جديد أو مش كتير جديد يعني عن جديد افتتحت مكان رح تخبرنا عنه أكثر هيلين، بتعرض فيه أفلام سينما قصيرة. خبرينا. صباح الخير أول شيء، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، شرفتينا هيلين حبيبتي، صرنا زمان متلاقينا كمان واشتقنا لك من سينياتور تبع كتابك. آخر مرة طيب هيلين، أنا تعرفت عليك كرسامة، رسامة تشكيلية، عندك لوحات كتير حلوة، بتعملي معارض، اسمك يعني معروف بلبنان وبالعالم العربي أو بالعالم، وانتقلنا لمطرح تاني، هيدي النقلة شو هي وليش؟ ماما يعني ما انتقلت لمطرح تاني لأنه هي استمرار لفكرة عندي إياها من زمان. بتعرفي أنا علمت فاين آرت بالأيو بي والأيو 18 سنة، وهي دائما يعني هي نقطة الانطلاق تبع فكرتي. نعم. طلابنا لما يكونوا بالجامعة بيستفيدوا من كل الأدوات الجامعة، يعني من الفاسيليتيز، من المسرح، من هيك، خاصة طلاب المسرح والسينما. لما يتخرجوا بينتركوا لحالهم، يعني بيصيروا بدهم هن يلاقوا مطرحهم. فقلت أنا بدي أعمل لهم منصة صغيرة حلو، وتكون هي مثل أول خطوة بحياتهم المهنية، وما يكون فيها أي شيء اسمه انتقاء. يعني أنا بدعي كل الخريجين الجامعات كلها، فإذا من هذا المنبر عم يسمعوك. نعم. تدعيون خريجين شو السينما؟ كل شيء، السينما كل شي والمسرح والفنون التشكيلية، التصوير، الشعر، الموسيقى، الرقص. حلو. لأنه المكان اللي أنا مجهزته ركبته بشكل بيتفكك وبيتركب حسب احتياجات الإداء، يعني حسب شكل الأمسية، حسب استعماله. نعم. يعني رح يكون عنا قريبا أمسية شعر، يلا حضري حالي. ضروري. ايه هلأ اللي وعم ثبت مواعيد، يعني التنين هو يوم للسينما، كل نهار تنين المساء بيصير في عرض لعملين أو ثلاثة قصيرة من أعمال الخريجين الجامعات، وبحاول جهد كمان، وهذا نوع من كيف فينا نقول إنه إعادة تركيب الوعي جامعاتنا حتى يلتقوا شبابنا. حلو كتير. بختار من عدة جامعات. نعم. يعني مرة بتشوفي شغل هيدا الجهدة الخريج، هيدا الخريج، هيدا الخريج، بس لحتى يلتقوا. أنا ما مني حكم، ما بختار، يلي بيقدم لي عمله بقدمه بغض النظر عن ماهية العمل، لأنه يعني ما في شروط أبدا. أي شخص اجتهد وعمل فيلم بتعرضي، أي شخص عنده فيلم أو أفلام بحب يعرضها المنصة مفتوحة لإله. العرض مجاني والمشاهدة مجانية. الهدف منها إنه ومن بعدها في أسئلة وأجوبة، يعني بيلتقي مع الجمهور. نعم. عنده 10 دقائق حوار مع جمهوره، حتى إذا كان الفيلم عنده نقاط ضعف كتير، هي إعادة قراءة بعين الآخر وتعلم، لأنه نحن نتعلم من أخطائنا. فبالنتيجة حلو هيلين، لأنك يعني شو بدنا نقول، جعلتي فكرة النقد فكرة هالقد شعبية، يعني حتى الناس الجمهور العادي. نعم. في يكون ناقد، لأنه يعني مش بس اللي بيكتبوا الجرايد أو بيكتبوا النقد مفهومه عنا بدوش إعادة نظر طبعا، إذا موجود أصلا. لأنه النقد منه انتقاد. النقد شيء والانتقاد شيء آخر. أكيد. ونحن مفهوم النقد كتار بيروحوا باتجاه الانتقاد، إنه إذا ما انتقدت بكون مني ناقد. أنا لن ناقد ولا شيء، أنا فنانة بقرأ بعيني، بشوف الجمال وبشوف الأشياء، والفترة يلي قضيتها بالتعليم واحتكاكي مع العنصر الشاب يلي هو بعدني أنا على تواصل معه، علمني كتير أشياء. يلي بيعلم كتير بيتعلم، إذا كانه هو تلميذ أبدي وأنا تلميذة أبدية. حلو كتير، الحياة دايما بتعلمنا. فهيدا اللي المنطلق تبع الموضوع. المكان هو حتى الاسم تبعه هو الاسم جومو أرت لاب. نعم. بالمنصورية على الأوتوستراد، كتير سهل عنوانه، يعني لما يوصل على الأوتوستراد ببين دغري المكان. نعم. بفوتوا شو بلاقوا؟
بلا وصالة سالة مسرح جيب يعاد تركيبه بسيط ستيج وباك ستيج وبار كراسي وطاولات وكراسي وطاولات وأضواء خفتة أضواء قوية وبتخفف كل ال حلو كثير كل التونات الأضواء فإذا بشجع الناس اللي عم يسمعونا يروحوا يحضروا عن جد نهار التنين في هاي العروض وخاصة نهار التنين هو نهار حيادة بالضبط وأنا عم ثبت روتين التلاتة بدعي يلي عنده تخت شرقي بده يكون تلاتة يوم للموسيقى الشرقية والغناء الشرقي نعم يعني هلأ اللي عبيله يعزف عندك فيه يروح بيقدروا بيروحوا وبيرتبوا معيدهم معي التلاتات رح تكون السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم التلات كثير حلو حبيبي. فمناوي تعملي كل يوم كأنه نشاط بالضبط شكل من الأربعة النشاطات الأربعة يمكن يبلش يكون عندنا قراءات شعرية والخميس وجمعة وسبت مخليتهم للمسرح رح عم أعمل اتصال المسرحيات يلي مرق عليها وقت وانعرضت وخلصت ببيروت وتتحملها المكان لأنه نحن ما منحافظ على الريبرتوار وفي جيل شباب منه شايف كتير أعمال مهمة وحلوة في فكرة مسرحيات مرقوا على المدينة بسرعة كمان بالضبط يعني عرض واحد وبعدين مسارحنا قدي بدها تلحق يعني أنت بتعرف المسرح وهمومه صح فأنا مني منصة بديلة أنا منصة رديفة متواضعة لا الأعمال الصغيرة فجومو أرت لاب هو المكان واسم جومو هو إعادة للاسم يلي كان لأهلي كان عندهم بالمدينة بناية اسمها جومو بالاس وفيها سينما ومسرح أه. فلما دمروها ليعمروها ومعمروها قلت أنا بدي رجع الاسم بدك تحيي المبنى بس رجعت الاسم بشكل متواضع حلو كتير يعني محاولة بسيطة بس محاولة عن جد هلين أنا ما عم بغازلك بس محاولة مش بسيطة بالعكس محاولة إنسانية أنت عم تبني هيك لأنه نحن عن جد بحاجة لهيدي يعني المساحة لأنه نكون موجودين فيها أول شيء مجانا السينما مجانا المسرح بده يكون فيه دخول لانه الممثلين بدهم ياخذوا تعبهم يعني طبعا اكيد وحتى الدخوليه رح تكون ربما يعني هن بيقرروا الممثلين يعني المسرح كل عمل البرودكشن هي بتقرر شو بدهم نعم حسب شو هن احتياجاتهم نعم طب الرسم شو بعدنا عم نرسم الرسم عم علق كمان بالمكان على المدخل في عندي مساحة كافية لتعليق أعمال عم علق لفنانين تشكيليين مصورين هلأ في ثلاث أشخاص معلقين أعمالهم حلو كأنه معرض رسم بفوتوا معرض رسم بفوتوا وبيتعرفوا على الفنانين وبيتناقشوا معهم كمان كتير حلو يعني محاولة لإعادة ابتكار اللقاء الثقافي الحميم بس بشتى أشكاله حلو لأنه بشتى أحواله إيه لأنه بعتقد أنا أنه بعد عنا هالآخر نافذة يا منقدر من خلالها نرجع نضوي على بلدنا البلد. يلي معتم من خلال الوعي أو منكون نحن منعتم معهم ساهمنا بأنه نموت نعم ف هاي المحاولة البسيطة لا نحن مشد على ايدك هلان وجع بالي قبل ما اختم اقول انه النقد باللغة العربية لسان لا لابد يعني لسان العرب بيقولوا النقد اللؤلؤ يعني تنقي حبة نعم. اللؤلؤ الحقيقية بالزبط. من المزورة بالضبط فمن هيك بيقولوا لك النقد اذا كان يعني قاسي بيكون تجريح ما اسمه نقد واذا كان كثير بيكون مديح كمان ما اسمه نقد انا كمان رحت فلازم هاي بين النقد والانتقاد نعم فعبالنا كنا نضوي هيك لغويا شكرا جزيلا هلين شكرا لك بنشد على ايدك وبنقول لك بالتوفيق شكرا لك وندعو الناس انه يزوروك بهيدا انا بدعي كل الفنانين الشباب والصبايا من كل الاتجاهات الفنيه المكان هو مكانون جومو ارت لاب ويدخلوا على الانستغرام تبع المكان كمان في صفحه وبشوفوا كل التفاصيل شكرا جزيلا مشاهدينا هيك كان صباحنا اليوم بتمنى يكون نال اعجابكم واستمتعتوا معنا بلاقيكم الاسبوع القادم هلا وقتها تكونوا بالف خير